كما قلت عدة مرات كنحاول باش نتفادى نعطي معلومات، لأن خصها يكون عندها واحد الأسس علمية ورسمية باش يمكن الإنسان يستغلها. ولهذا غادي نمشي على واحد المعطيات اللي معروفة لحد الآن واللي درت لها دراسة من نهار اللي بدا كوفيد. معناها من أول ظهور ديال كوفيد كل شهر كنعطي واحد المعلومات. نعطيكم واحد المعلومات على المغرب كيف بدات الحالة. المغرب كان في أول مطاف من كنا بدينا في مارس، في الأوائل ديال مارس كانوا جوج الحالات. في 7 ديال أبريل كانت عندنا 1184. هذا في الفترة ديال الصغار كنا سجلنا ما نسجلوه اليوم فينا يوم واحد. ما بين أبريل ومي كانت عندنا 5548 حالة، معناها في شهر ضعفت 5 نوبات. في جوان وصلنا ل 8224، معناه في الفترة ما بين مي وجوان تزادت تقريبا 60%. الوغ في النوبة الأولى كانت تضاعف، وهذاك كانت كيعطينا واحد النظرية أن طلعنا لهذاك القوس وحنا هابطين ليه. لكن مع الأسف في جوان وصلنا ل 14000، زادت 70% على الحالة اللي كانت عليها في جوان، وزادت الأمور دورات أن في 7 جويلية في 7 أوت وصلنا 30000. شنو هو المفهوم؟ وهذا اللي خصو يفهمه الواحد، هو ان من جوج الحالات حنا دابا 30000. هذا تحت 7 اوت حالتين. شنو هو المفهوم؟ جوج الحالات عاوتاني واحد اخرين من دابا 5 شهور يقدروا يعطيو حتى هما 30000. لكن المشكل سنمشيو انطلاقا ان عندنا 30000، الا بقات الحاله كما هي عليه غادي نوصلوا لمئات الالاف ديال الحالات. الا خدينا المثال ديال تركيا، اوائل مارس كانت عندها صفر حاله، اوائل مارس صفر حاله ما سجلت حتى شي حاله. في 7 اوت على نفس المقارنه مع المغرب، ايبا تركيا سجلت 238000 حال من صفر حتى الخمس شهور من بعد، معنا أبريل مي جوان جويلية، وخمس شهور سجلوا 238000 حال. إلا مشينا نشوفوا الدولة اللي هزات العالم هي البرازيل، في أوائل مارس كانت 19 حالة. 19 إنسان باش يفهم كيفاش كيتراكم هذا الشيء. غير في شهر كيوقع واحد التغيير خيالي. تخيل أن في البرازيل في أوائل مارس كان 19 حالة، الآن في البرازيل كان تقريبا 3 مليون ديال الحالات. من 19 عندك 3 مليون، 19 5 شهور عطاونا 3 مليون. في أمريكا في أوائل مارس كانت 435، الآن فوق 5 ملايين. هذا شيء مهم الإنسان يفهم. الحالات بسيطة تنوصلوا للملايين. علاش؟ هذا كيفهم العدوى والانتشار ديال هذا الفيروس. هذه ماشي كانت عندنا 400 عطاتنا 400، لا، هذيك 400 تكاثرت في شهر في امريكا
من 400 وصلوا 360 ألف في شهر. الأسباب هو تنقل ديال هذا الفيروس بواحد الصورة فائقة. ما زال كنقولها أن الآن لحد الآن إذا ما كانش اتحاد وطني شامل بدون استثناء ما يمكنش تقول غير مراكش ولا هذوك مراكش غادي يمشيو لك لطنجة وخدش كاع الطرق دير الصور ديال الصين غادي يلقاو الوسيلة باش يمشيو من المدينة الأخرى المدينة أخرى. إلا لاحظنا أن الصين لما كانت في الأول هي كانت في مارس كانت عندها 80 ألف حالة الآن عندها 84 زادت ب 4000. الصين هي الصين علاش؟ هي الانضباط الانضباط ديال الصينيين لما شافوا الخطر اتحدوا ولو هما كيحاصروا الفيروس. الآن في المغرب الفيروس هو اللي محاصرنا تقلبات كنا في مارس وابريل ومي كنا محاصرينه مع الأسف هذه الجهاد بسرعة وبتكاتف بالخصوص فترة من بعد العيد ومن بعد قبل العيد ومن بعد العيد. أنا التخوف ديالي هو من بعد هذه الأوطال شنو غادي يوقع شنو هو العدد اللي غادي يتساوي. أما الناس اللي تيقول لك هذا الفيروس غيكذوب ولا ما كاينش واخا سيدي يلاه نتفق معك اكذوب والله يخليك ها احترمني ما تقرب لياش وانت ما دايرش البابيك يا كذوب ما كاين باس ولكن انا ما بغيتكش نعديك لا تعديني اعتبرها كذوب ولا ما تكذوبش قربتي الله يخليك دير الكمامات ما ندخلوش في هذا الجدل لا راه كاين لا ما كاينش هذا فرنسيا كيصرح هذا بلجيكا كيصرح هذا سيدي شوف غير واش وقع في المستشفيات غتفهم هو واش المغرب في خطر الانسان ما يزيدش فيه هو الخطوره كاينه واش علاش شنو هو الخطوره وكان الله يحفظ بحال واحد الفيروس اللي كان جا له سراس الاول او داك الكوفيد الاولاني او هذاك كان 100 كيقل فيها 34 لحد الان مازال المعدل عندنا 1.5 ما عندناش تجول معنى المعدل العالمي حنا راه ما فايتينوش عدد الوفيات لكن حنا كنمشيو بمنطلق ومن احياك ما احيا الناس الجميع ما عندناش في هذوك الوفيات بالالوف وهذا ونتمناو ما نوصلو لهمش. هاد الفيروس ما عنده لا راس لا رجلي ما تعرفوا في من غادي يشد وفي من غادي يشد في نفس العائله غادي تلقى نص تشدوها ونص ما تشدش ما كان تبحث تبحث ما عنده لا علامات لا مجهد دي كاين واللي كان بلغ الجميع تخوف أن تقول أن عندك كورونا وما فيكش جدام ولا فيكش مصيبة كحلا دي ما يخصك تخبع وما تمشيش تعالج والشعب يخصو ماشي يسمع شي واحد في كورونا صافي تهرب معاه بحال الا في شي حاجه غادي يلصقها فيك شي مصيبه بحال احترمو واعطيه باتساع فقط. علاش هذا الاستهتار وهذا الاستهزاء بالناس اللي فيهم كورونا؟ واش هو ماشي بشر؟ كتب عليه تشد هذاك الفيروس كان تعاملوا معاه بحال الا قنبله ذريه غادي تدخلات العائله ولا لا ممكن كاع تصاب ما يوقع لك حتى شي حاجه. عندك نسبه الله يحفظ الله يحفظ ما نبغيو حتى شي واحد نسبه الوفيات بالنسبه للكوفيد هو 1% واقل من 2%. هاد النسبه هادي يقولوا لنا شحال ديال النسبه ديال السرطان كيقتل السرطان راه كيقتل اكثر من الكوفيد. واش اللي فيه السرطان كتهرب منه او كتتعامل معاه؟ انا التخوف ديالي هو التعامل مع هاد الناس بواحد الطريقه بحال الا ان هاد الناس مجرمين ولا خصنا نتهربوا منهم وعار حشومه هذا يرجع واحد فيه الكوفيد بحال ارهابي غادي لا اللي فيه كفيه ما تزيدش حتى انت تكمل عليه وزياده في 15 اليوم غادي يبرى
واش انت غادي تلصق في هذاك كوفيد حياته كلها؟ اذا كان شي رساله يمكن لي نقول، هو هذا التعامل مع كوفيد يقدر غادي يطول في اشهر ممكن سنوات. ماشي عاوتاني بعيده بزاف، غير العدد كثر علينا والعدد كثر على المستشفيات. انا كنظن والله اعلم، لان ما يمكنش نعطي شي معلومات اللي نقول لي انا كنتناقض مع التصريحات ديال وزاره الصحه. اللي نقدر نقول هو في العدد ديال اللي كاينين الان في المغرب، وكنعاود نقولها، كنظن باللي 90% خصهم يمشيو يتعالجوا في ديورهم. ما كاين لاش نشوفوا هذوك المناظر وهذوك المشاهد، وهذا قلتها ونعاود نقولها ونعاود نقولها، هذوك الناس يمكن يقدروا يمشيو يتعالجوا في ديورهم، تعطيهم الدواء. واذا بالطبع غادي تقول لي كاينين اللي عايشين 10 في الدار، 10 هو يديروا واحد المجهود ويخويو ليه واحد بيت الا كيبغيوه، ولا يعطيو واحد البلاصه اللي يقدر يبقى فيها محترمه تكون مهويه. كان واحد 34,000 حاله مؤكده وال 31 اللي تعافوا. انا هاد الحالات اللي كاينه هاد 3000 ولا العدد، لا لا كاين شحال عندي تحت العلاج، ما عرفتش شحال العدد اللي تحت العلاج. هاد العدد اللي راهم تحت العلاج اللي هادو اللي تحت العلاج كنظن عدد كبير منهم اللي يمكن يدخلوا المنازل ديالهم. اولا العائلات اللي لاباس عليها، هادوك اول وحدين اللي خصهم يمشيو يدخلوا. لا هاد الشيء قلتهم شحال هاد، وهذا الكلام ديالي انا ديال هادي شهور، ودي الكلام ديالي ديال رفع ديال ان الناس ترجع الاقتصاد والخدام، هادشي قلته من الاول. منين ما كانت يلا 20 حاله وهذا، دابا راه هي 1000، ولكن الاقتصاد خصو يتنعش، الناس راه غادي يموتوا بطريقه واحده اخرى. وكان خصنا نتعايشوا معاه، ويكون عندك البساطه والسهوله ان دير التحاليل. وما يمكنش تمشي دير التحاليل ودير النوبه 7 ساعات 8 ساعات تعدي مع هذوك الناس كلهم بعد اللي كتسنى، وتسنى 3 أيام 4 أيام حتى انت كتعدي واحد اخر. انا كنقول وكنعاود ونعاود نقولها وما نسكتش، ونعاود نقولها، يخص التحاليل تعمم على المغرب كله. علاش غادي كان 3 ولا 4 المراكز يديروا التحليل ديال المدينه فيها 8 مليون، وباش دير تحليلها برغيب ومزوقه وتخلص ونشوف واش ديروا ولا ما ديروش. انا هذي واحد يقدر يموت هو كيتسنى غير التحليله، وسيد باغي يخلص خليه يمشي يخلص. هادوك اللي ما عندهمش باش يخلصوا تاخذهم الدوله وتسهل عليهم، نحيدوا بعدا كاع هادوك اللي عندهم الامكانيات ويمشيو. وكيمشيو لشي مستشفى يبقاو يتسناو وغادي يخلص، وكاين اللي كيتسلى 7 8 ساعات هو كتسنى باش يجي النوبه. وكاين ملي كيشوف هاد الحاله وما عندوش فلوس باش يخلص واللي غادي يتسنى وفيه المرض، وهذا هو بيت القصيد. بيت القصيد هو الناس فيهم المرض وما كيمشيوش يفحصوا، خايفين اللي ما عندوش التكلفه، او خايف باش يمشي لواحد المستشفى ويبقى تبقى فيه. اي خصنا نبسطوا لهاد الناس، نقول له التحليلات تقدر تكون سهله، ونقول له تقدر تبقى في داركم. هذوك العائله اذا كانت تبغي هما يمشيو لشي جهه اخرى عند خوتهم ولا عند هذا ويخويو ليه البيت، هذا هو الاتحاد، نخويو له البيت ويجلس فيه ويتعالج فيه. شنو فيها؟ قول له مشاو عطلة 15 يوم ويبقى هو في واحد البيت بوحده، وهذوك يمشيو عند خواتاتهم ولا يمشيو عند هذا على ما يبغى. اولا باش ما يعادي ويوقفوا معاه، يجيبوا له الماكله، يجيب له هذا، وشنو فيها؟ 10 ايام 15 يوم ها هو برا. خص العائلات توقف مع الناس الاخرين وما يسكتوش الا شاف واحد مريض يبغطرو به قبل ما يموت. هاد الحالات كلها اللي كتموت لان جات معطله، وكيمكننا نعتقوها، كيمكن تعتق هادوك الناس كاع اللي يقدروا يتعالجوا في ديورهم، يخصهم يمشيو لديورهم، ما يتعالجوش في سبيطارات ني في كلينيكات ني غيان، ما يتقاموش بزاف، يعطوا لهم الدواء. انا شخصيا كنتبع واحد الناس غير بالهاتف والواتساب، ونعاونهم ونعطيهم استشاره. واخا انا طبيب ديال الجميل، ولكني نصائح مع انني خدمت في كوفيد، عارف شنو كاين، ويمكن نخفوا والعدد ينقص، وهذه الصوره اللي عاطينها على العالم تغير. يخص هاد العائلات يقول لك لا سيدي انا بغيت ولدي
يبقى في الدار وها شنو غادي نديرو؟ هي خويو النبيت واخا غادي يجي نقدم ولا يجي شي واحد كاع يشوف باللي ان كاين الامور مجتمعه باش انه يبقى، لان حتى هذوك الناس اللي عايش معاهم اللهم يعرفوه باللي فيه كوفيد ويحافظوا على راسهم هما بنفسه غادي يخويو له بشي وجهه باش ما يتعاداوش. وخاص الان هذا الاتحاد ديال العائلات ما يخليش هاد الناس يتراكموا لا في مراكش ولا في طنجه ولا حتى شي حاجه. واش نتوما مستعدين تخويو واحد البيت لهاد السيد غادي يدخل الدار وياكل مع يكون وهذا و15 يوم يقول التحليله وهو برا هاد انا لو كنت نتوجه لمولاي رشيد عندكم واحد الحالات جارة وديروا له الفحص يتعالج خووا له بيت ويجلس فيه ولا شاركوا معاه ولا تكون واحد المشاركة باش الدولة ما تحس بهذا الضغط تشاركوا واحد. وحنا عندنا الغريزة وشتينا مشيتي لهذوك العائلات الضعفاء تقول لهم تشاركوا ناخذوا له واحد بيت نداوه فيه انا نقسم لك حتى يديروا هذا المجهود ويجيبوا له ويديروا له العكاسيه ويتهلاو فيه وكل شيء على ما يبغى. فهمتيني؟ هذا هو المنطق. دابا خص هذاك الاتحاد اللي قلتو مازال كنقولوا ونعاود الناس عندهم الحق يمشوا يفحصوا راسهم مع عباد الله. ودابا بغيتي تفحص فين غتمشي؟ خصك دير النوبه وتسنى 4 ايام ولا 5 ايام هذاك السي اللي فيه. دابا اللي لقينا وسيله سريعه اللي كنديروها هو السكانير. علاش كنخوفوا على الرجال التقاس؟ الناس اللي عندهم امكانيات ويمكن لهم يتعالجوا في ديورهم وهذا يخليوا البلاصه الناس اللي ما عندهمش الامكانيات. وهذوك الناس اللي ما عندهمش امكانيات اللي ما عندهمش واحد العلامات اللي سامبتهم خطيرين تشوف ديك العائله دير واحد المجهود تخوي له واحد البيت لان هذاك دمها ولحمها. ولهذا وقلتها وكنعاود بلا لا جيولوكاليزاسيون تعرف بالمنطقه غادي يكون صعب. قدمت هذا المشروع في مارس وكنعاود نقولها لابد من التعرف بالمنطقه اللي فيها هذيك الحاله. انت غادي تعالج غادي تعطينا التليفون ديالك الا تحركتي غادي نعرفوك فين مشيتي. منين غتبغاو تعالج غادي نحيدوا السميه ديالك من هذاك باش السيد ما تبقاش تابعوا حياته كلها. غادي تكون واحد الاتفاقيه غادي تحضي في ديك الفتره اللي غادي يكون كيتعالج. المده معينه مي بغا كنحيدوك ما كتبقاش حتى واحد ما يعرفك فيها راك. وراه بلا لا جيولوكاليزاسيون وبلا تحاليل اللي تكون سهله للناس بسرعه وبلا العلاج في المنازل احنا غاديين في الكارثه. لان غادي نضعفوا الطاقم الطبي لان حتى هو غادي يتاذى وهو محتاجين به باش يكون مع الحالات اللي فيها لي سامبتوم خصهم العلاج. وهاد الناس اللي خاصهم العلاج راه كيقول لك العنايه المركزه وهذا كاين 180 نقولوا 200 واللي عندهم لا سامبتوماتولوجي غادي يكونوا كاع واحد 300 ولا 400 ويكونوا قراب الاطباء ويكونوا حاضنهم. وكل طبيب يكون في اتصال مع واحد الحاله هو ما كيلقاش الطبيب كيعيط له الطبيب الله يخليك راه هاد الدواء راه ضرني واش ناخذوا ولا هذا شحال عندك في الحاره. هو المريض غتجاوبه في التليفون يبغى ما قلناش الطبيب يمشي ما يمشي حتى تكون اللزوم وهذا وهذا. انا تنقول كنتوجه لكاع المواطنين اللي فيه شي اعراض ما يخبيهاش لان مازال يتعتق ما تسكتش على راسك راك غتوصل لواحد الحاله اللي غتوصل للسبيطار حتى ديك الجهاز التنفسي ما يقدرش ليك. وغادي نعطيه واحد الوصفه سهله اللي قطع التنفس في نفسه 15 ثانيه وما تحملهاش يعرف بلي ان الصدر ديالو هكذا. ونعطيكم مثال غادي نحسبوا على 15 اي واحد فينا ما قدرش يتنفس خصو يتساءل مع نفسه. انا غادي ندير لكم تجربه باش تعرفوها. 15 ثانيه شتي سخفتي ما قدرتيش تنفس عندك شي مشكل سير بحث على راسك. المشكل العويص الاغلبيه الوفيات المشكل ديال المرض التنفسي. هذه رجعت ماشي فيروس هذا مرض ديال الجهاز التنفسي والناس مختصين بالجهاز التنفسي راه فهموا هذا الشيء وعرفوا العوارض ديالو والعلاج. هاد الناس يقدر يشري لهم الدواء ديالهم حتى لدارهم ولا يديوه ويسنيوه
ويحترموا. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.